بصفة استثنائية. اللهم في كل دقيقة تمر على كل مؤمن من مصف الاستحقاق الوطني بدرجة صدر وهو في سيادة الفريق أحمد قائد، أسألك أن تفتح له بابا تهب منه نسائم الجنة لا يسد. نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نظير من دعا جهوده الجبارة سامعا والدور الكبير الذي طلع به في المرحلة الحساسة لأجل إثبات سمو الدستور حظا وضمان سلامة المواطنين برحمتك وأمن البلاد ومؤسساتها الجمهورية. اللهم والشكر موصول لكل الجيش الوطني الشعبي من سحائب رحمتك. اللهم في كل دقيقة تمر على كل مؤمن متوف غال علينا وهو في قبره، أسألك أن تفتح له بابا تهب منه نسائم الجنة لا يسد أبدا. اللهم كن له بعد الحبيب حبيبا ولدعاء من دعا له سامعا ومجيبا، واجعل له من فضلك ورحمتك وجنتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمطر على قبر كل ميت من سحائب رحمتك. اللهم أمطر على قبر كل ميت من سحائب. اللهم في كل دقيقة تمر على كل مؤمن متوف غال علينا وهو في قبره، أسألك أن تفتح له بابا تهب منه نسائم الجنة لا يسد أبدا. اللهم كن له بعد الحبيب حبيبا ولدعاء من دعا له سامعا ومجيبا، واجعل له من فضلك ورحمتك وجنتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمطر على قبر كل ميت من سحائب رحمتك. اللهم أمطر على قبر كل ميت من سحائب. اللهم في كل دقيقة تمر على كل مؤمن متوف غال علينا